متواجدين اليوم في متحف الاتحاد بدبي لتغطية المؤتمر الصحفي الخاص عن انطلاقة برنامج سفينة شباب العالم الذي تستضيفه دولة الإمارات للمرة الأولى. خلكم ويانا. برنامج سفينة شباب العالم من أنجح البرامج الشبابية عندنا في دولة الإمارات اللي نحن نشارك فيها منذ 1990. اليوم لنا حوالي 120 شاب وشابة شاركوا في هذا البرنامج، حريصين نحن بالهيئة العامة للشباب والرياضة بدعم مشاركة أبنائنا وبناتنا في برامج سفينة العالم. الهدف من هذا البرنامج خلق كوادر شابة قادرة على التحدي وقادرة على بناء مستقبل مشرف ومشرق. أيضا الهدف منه نقل رسالة الإمارات اللي هي مبنية على السلام والمحبة والأخاء إلى بقية شعوب العالم. لأن البرنامج يتضمن البقاء على سطح سفينة مع شعوب مع شباب من دول مختلفة كثيرة جدا، بالتالي علينا أن نعطي الانطباع المتميز عن شباب الإمارات لبقية الشعوب. حقيقة نحن ندخل في شراكة استراتيجية كشريك ثقافي لهذا برنامج سفينة شباب العالم، وارتأينا أن يكون حفل الاستقبال في وافتتاح كذلك في متحف الاتحاد، هذا المتحف الذي يخلد رؤى الأباء المؤسسين ويعكس قوة الاتحاد وقوة الخير الذي نسعى من خلالها أن يتكاتف الشباب العالم حولها ونعطيهم نموذجا حيا وشاهدا حضاريا على ما تنجزه دولة الإمارات العربية المتحدة متمثل في كافة تظافر القيادة والشعب. نتمنى من الشباب المنظمين كل التوفيق والفلاح في تقديم برنامج غني، وهذا يشاهد من خلال الاحتفاء الذي يقام في هذا البرنامج هذه السفينة وكذلك التنوع الثري في أنشطة البرنامج.